بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور مشعل، أهلا بالمستمعين الكرام، أهلا وسهلا فيكم. نرحب بالدكتور مشعل سلطان، نشكره على مشاركته معنا اليوم. يا أهلا وسهلا فيك دكتور مشعل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أستاذة نبال، ومرحبا بجميع المستمعين، وسعيد أني معاكم اليوم. يا هلا وسهلا. الدكتور مشعل سلطان أستاذ مساعد واستشاري نفسي للأطفال واليافعين، ولقائنا اليوم معه إن شاء الله بعنوان الترابط والأمان العاطفي. فأهلا وسهلا فيك دكتور، وإن شاء الله راح نعطي مجال للمداخلات في نهاية اللقاء بإذن الله. تفضل دكتور، معك المايك، حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الله يحييك. في البداية حاب أشكر جمعية إشراق على مبادراتهم الهادفة ودورهم الكبير في توعية المجتمع، وكل الإسهامات العلمية والتوعوية، وأخص بالشكر الأستاذة نوال الشريف المدير التنفيذي للجمعية وجميع أعضاء الجمعية، وكذلك زميلي دكتور حبيب التكروني استشاري الطب النفسي للأطفال والمراهقين في الرياض، على دوره وعلى دعمه لي قبل وأثناء تحضيري لهذا اللقاء. فأنا دكتور مشعل سلطان، استشاري طب نفسي للأطفال واليافعين في مستشفى الجليل التخصصي للأطفال في دبي، وأستاذ مساعد في الطب النفسي في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية. خلال الساعة القادمة إن شاء الله بحاول أشارك معاكم ببعض المفاهيم اللي مرتبطة بالترابط العاطفي، وراح أسعد بمداخلاتكم. مثل ما ذكرت الأخت نبال، بنخلي وقت في نهاية اللقاء للمداخلات، بس حاب أذكركم أن أثناء المشاركة للحفاظ على الخصوصية أرجو أن المداخلات تكون عامة وما يكون فيها ذكر لمعلومات شخصية. خلونا نبدأ قصة ممكن تكون هالقصة متكررة في كثير من البيوت. نتخيل أم أو أب رجعوا من العمل ودخلوا البيت وشافوا الولد يلعب على الأجهزة الإلكترونية بدل ما أنه يسوي الواجبات، رغم أنهم وجهوا الولد وطلبوا منه أن أول حاجة يسويها بعد ما يرجع ويتغدى يسوي واجباته، وبعدين يكون له وقت حق الأجهزة الإلكترونية. ردة الفعل ممكن تحصل في كثير من الأحيان أن الأب أو الأم تعصب وتصرخ على الولد وتقول له 100 مرة أو 1000 مرة أنا قلت لك ما تلعب الأجهزة قبل ما تخلص واجباتك. ممكن يتكرر هذا الشيء، أو إن الأب يقول له أنت كسلان، أنت غير مهتم، أو من أي من هذه الكلمات أو التعابير. وعلى المدى الطويل ممكن هاي الانتقادات تأثر على نظرة الطفل لنفسه. ممكن الطفل ينظر لنفسه أن أنا كسلان أو أنا مهمل وما إلى ذلك. لكن تخيلوا إذا كانت ردة الفعل مختلفة، بحيث أن الأم أو الأب يقدرون أن سلوك الطفل ضمن المتوقع حق عمره، احتمال يكون تعبان ذاك اليوم، احتمال أنه أو أن هذا شيء طبيعي، أن طفل بهالمرحلة اللي هو فيها ممكن أنه يفضل المرح على الواجبات، ممكن أنه ما عنده تقدير جيد للوقت مثل ما
مثل ما البالغين عندهم على سبيل المثال. فمع تغير وجهة نظر الوالد باتجاه الطفل، نظرة الطفل لنفسه ممكن تتغير. ممكن الطفل في الحالة الثانية يقول أنا أخطأت هاي المرة وبحاول أتدارك هذا الشيء في المستقبل، أو أن أهلي قاعدين يقبلوني مثل ما أنا ويعتبرون هذا السلوك شيء طبيعي. أو ممكن ردة فعل بطريقة ثانية، بحيث أن الأم أو الأب ما يصدرون حكم أو ما يتسرعون في إصدار حكم على سلوك الطفل، ويحاولون يفهمون السبب. ممكن يقولون للطفل نحن نعرف عنك بشكل عام، أنت تسوي واجباتك وعقب تلعب الألعاب الإلكترونية، شو خلاك اليوم تلعب الألعاب وتنسى تسوي واجباتك على سبيل المثال. فالمغزى من هاي القصة إن الـ ممكن يكون نفس السلوك هذا اللي قام به الطفل، إنه شاهد التلفاز قبل ما يسوي واجباته، لكن الطفل كشخص أكثر من مجرد السلوك، أكثر من الأشياء اللي يقوم بها. الطفل عنده أحاسيس ومشاعر وأفكار ونوايا ورغبات وأشياء كثيرة تدور في داخله. والسلوك اللهم الشيء اللي قاعد يظهر على السطح واللي نحن قاعدين نشوفه. ويمكن الشيء الثالث بعد اللي ناخذه من هالقصة، اللي هو أهمية الترابط على مستوى العاطفة أو على مستوى الأفكار، ومحاولة فهم الوالدين لمسببات سلوك الطفل قبل التوجيه أو التصحيح. لأن بمجرد محاولة الوالدين لفهم أسباب سلوك الطفل، الطفل يحس بارتياح أكبر أن أبوي وأمي حاولوا يفهموني، و قبوله للتوجيه يكون بطريقة أكثر سلسة. فبعد هاي المقدمة خلونا ننتقل ل يمكن محور ثاني مرتبط بتعريف الترابط العاطفي. في اللغة العربية في أكثر من مصطلح يتم استخدامه، البعض يسميه تعلق، البعض يسميه الترابط العاطفي. أنا أحب كلمة الترابط أكثر، فخلال الحوار بستخدم كلمة الترابط، لأن أعتقد معناها أعمق من التعلق. فالترابط هو الميل العاطفي من الطفل باتجاه الوالدين. فهي هذه العاطفة اللي تبدأ من الطفل وتكون باتجاه والديه، و هاي الصلة وهذه العلاقة. وهذه العلاقة تتميز بأشياء كثيرة، أحدها الاستمرارية، إن هي علاقة وعاطفة مستمرة بدل ما أنها تكون مؤقتة، وتكون موجهة لشخص معين، مثل موجهة من الطفل للأب، موجهة من الطفل للأم. في علاقات ترابط أولية وفي علاقات ثانوية بنتكلم عنها عقب شوي. وبالعادة المشاعر هاي والعاطفة تكون قوية في هذه الصلة، والطفل دايما يسعى أن هاي العلاقة وهذا التواصل يكون باقي ويكون مستمر. ومع الترابط يكون في توتر في حالات الانفصال، خاصة الانفصال المفاجئ اللي الطفل ما تم تهيئته لها. والترابط يلعب دور كبير في أو
من هذا التعريف تلاحظون الجانب العاطفي المهم والصلة اللي تحصل بين الطفل والوالدين، وفي نفس الوقت دور الوالدين في تلبية احتياج الطفل من الشعور بالأمان والطمأنينة وتقديم الدعم له. وهذه العلاقة لها إسهامات كثيرة وأهمية كبيرة، هي تسهم في نماء قدرات الطفل في ضبط مشاعره، لأن جزء كبير من قدرة الطفل في ضبط مشاعره تعتمد على ردة فعل الوالدين، إن كيف ممكن يهدون من الطفل أثناء المشاعر الشديدة، وبنتكلم على بعض الأمثلة إن شاء الله في المحور القادم. والترابط كذلك يساهم في اعتماد الطفل على نفسه، لأن الطفل لما يكون عنده شعور بالأمان وشعور بإعطاء الأهل له الفرص في الاستكشاف، بالتدريج طبعا إعطاء للمسؤوليات، هذا يساعده في أنه يعتمد على نفسه، ويساعد الطفل في فهم أهمية تعلم طرق التواصل. ومن الأشياء المهمة جدا كذلك هي تقدير قيمة الذات، لأن كثر ما الأهل يبينون للطفل أهميته عندهم، من هذا الحب اللي قاعد يحصله من أهله هو تلقائيا يبدأ يقدر قيمة نفسه. ومثل ما ذكرت قبل شوي، الاعتماد على النفس مرتبط بشعور الطفل بالأمان، وهذا شيء يشجع على الاستكشاف والتجربة، وإنه يرجع للوالدين لطلب المساعدة. فهذا تعريف الترابط العاطفي. في نغمة أو نبرة الصوت في الإيماءات، الطفل في هالحالة يحس أن أبوه وأمه يفهمون حالته المزاجية. على سبيل المثال، إذا الطفل يضحك ويتكلم بنبرة عالية شوي على سبيل المثال، أو يبين ملامح الفرح، إذا الأب والأم ملامحهم ونبرة صوتهم توافقت وتناغمت مع الطفل، في هذا براحة وبشعور أن أبوي أو أمي فهموا على حالتي المزاجية وشاركوني هذه الفرحة. في نفس الوقت، حتى لو كان الطفل في حالة مزاجية فيها حزن على سبيل المثال، الأب والأم ملامحهم تشابهت مع ملامح الطفل، مو بالضرورة شعورهم كان بنفس الدرجة، بس الملامح واللغة الغير لفظية هاي بحد ذاتها تبعث رسالة للطفل إن أنا فاهم إن أنت متألم على سبيل المثال. هذه توصل رسالة قوية للطفل إن أنا معاك، أنا هني على أساس إني أساعدك وإني أدعمك. فهذه أحد المفاهيم المهمة في الترابط العاطفي، ويمكن هذا يخلينا ننتقل لشيء
سؤال ممكن يتبادر للأذهان متعلق بأهداف الترابط العاطفي. مثل ما قلنا، يعني أحد الأهداف الأساسية إعطاء الطفل الشعور بالأمان والشعور بوجود شخص ممكن الطفل يرجع له، شخص ممكن يدعم الطفل، يوجه الطفل ويترابط مع الطفل. مثل ما قلنا، الترابط أو والصلة هذه العاطفية تكون لها أثر كبير في تقبل الطفل للتوجيهات على سبيل المثال. يعني أحد الأمثلة، الطفل للوالدين عند إحساسه بالألم وكيف ردة فعل الوالدين ممكن يكون لها أثر إيجابي على تقليل حدة الألم اللي عند الطفل. وإحساس الطفل بالأمان يهيئ للاستكشاف، لأن أي شخص سواء كان صغير أو كبير، إذا كان في حالة خوف أو ذعر أو عدم استقرار، كل هم هذا الشخص هو كيف أن يحس بالأمان. وفي هاي المراحل هاي الصعبة والعصيبة، صعب أن الأشخاص يستكشفون أو يتعلمون أو يحاولون يثرون معارفهم من المحيط الخارجي، لأن همهم الأساسي هو كيف أحل موضوع الألم مثلاً، أو كيف أني أتأقلم مع الخوف. فلهالسبب كثير من العلماء المتخصصين في مجال الترابط العاطفي يقولون أن الإحساس بالأمان سبب أو مرتبط ارتباط أساسي والترابط يتحقق عن طريق عدة عوامل. أحدها وجود مصادر للترابط، مثل ما ذكرنا الأب والأم عادة هم المصادر الأساسية، لكن ما نغفل عن أهمية المصادر الثانوية، لأن الأب والأم مو دائما موجودين في حياة الطفل. مصادر ثانوية ممكن تكون المعلم أو المعلمة أو المربي حق الأطفال الأصغر سنا، أو حتى العم أو الخال أو الخالة أو العمة أو الجدة أو الجد، خاصة في بعض المراحل من حياة الطفل، أو في حال الطفل لفترة من الفترات. فهذا أحد الأمور الأساسية، وجود مصدر للترابط. الشيء الثاني، النقطة الثانية هي توفر نمط متوقع ليوم ونشاطات الطفل، وجود نمط معين أو روتين معين أو نشاطات تم وضعها بناء على خطة معينة، أو حتى توقع الطفل لكيف ممكن يكون يومه، أن يومه يبدأ من بعض الأعمال الروتينية في الصباح في البيت، أنه يصير المدرسة في وقت معين، يرجع من المدرسة في وقت معين. في بعض نشاطات الطفل متوقع أنه يسويها، أو الطفل يكون مهيأ أنه راح يزور شخص أو شخص راح يجي عند البيت، توقع في تخطيط يعطي الطفل شعور بالأمان. والشيء الثالث اللي مرتبط ب سعي الوالدين لتعزيز الأمان أثناء التأديب، لأن بعض الأحيان نحن نعتقد أن التأديب دائما يؤدي لتوتر في العلاقة أو يعني يكسر هذه الرابطة اللي حصلت، لكن مو بشرط. لأن إذا الأهل شرحوا أسباب القرارات اللي اتخذوها حتى لو خالفت رأي الطفل، إذا الأهل استمعوا لوجهة نظر الطفل، وفي نفس الوقت حتى لو رأيهم خالف رأي الطفل
يكون عندهم ثقة أن هذا القرار اتخذوه لسبب معين، والاعتقاد منهم أن هذا هو أفضل قرار أو أفضل شيء ممكن يساعد أو يكون لمصلحة الشيء اللي اتخذوا قرار من أجله. الأجهزة الإلكترونية والواجب، حتى لو كان قرارهم أن الطفل يتوقف عن الإلكترونيات ويسوي الواجب، لأن عندهم ثقة كبيرة أن الواجب هذا هو راح يسهم بشكل إيجابي في تنمية المدارك العلمية عند الطفل وتميزه من ناحية دراسية. وأحد الأمور المهمة جدا كذلك أثناء التأديب، الأمور المتعلقة بتعزيز الأمان، تعاطف الوالدين مع مشاعر الطفل اللي صاحبة القرار. يعني حتى لو حتى في حال أنه خالف رأي الوالدين رأي الطفل، وظهرت على الطفل مشاعر قلق أو توتر أو حزن، ما يمنع أن الأهل يبينون هذا الشيء. نحن فاهمين أن هذا الشيء يزعلك، نحن فاهمين أن قرارنا خلاك تزعل على سبيل المثال، لأن التعاطف هذا مع المشاعر مهم جدا جدا، ويسهم كثير في تعزيز الترابط العاطفي. ولو نرجع للأمور الأساسية في تحقيق الأمان، في عامل مهم متعلق المرات اللي يحصل فيها انفصال، يعني تهيئة الطفل. إذا كان الأب مثلا يسافر، أو إذا الأب كان في اتفاق بينه وبين الطفل إنه راح يلتقون في الساعة الفلانية بعد الدوام، حصل حاجة وخلت الأب يتأخر مثلا، وإنه يكون في وضع خطة واضحة، إن حتى لو حصل انفصال شو هي الساعات، من الساعة كم للساعة كم، من راح يكون موجود لدعم الطفل في هذه الفترة، وكل التفاصيل هاي. هاي ممكن تساعد الطفل يتأقلم مع الانفصال هذا اللي ممكن يحصل. وشيء ثاني بعد متعلق بأن الأب والأم يحاولون يتجنبوا، يعزلون الطفل عنهم إذا بدر منه شيء، يعني إذا الطفل عمل سلوك. محاولة الأهل في تجنب العزل مع أنا أخاف أنه يمكن حياتهم لي تتغير من، ويمكن شيء آخر في هذا الإطار متعلق ب في حال أن الأهل لهم رغبة في مفاجأة الطفل، مثلا أنهم يرتبون له حفلة بطريقة مفاجئة أو شيء من هالقبيل، قبل قيام الأهل بالمفاجأة هذه يحتاجون يفهمون شو ممكن يكون ردة فعل الطفل، لأن كل طفل مختلف. بعض الأطفال يرتاحون أكثر للتخطيط ولأن معرفة التفاصيل قبل الحدث على سبيل المثال. بعض الأطفال لا، بالعكس يمكن يحبون عنصر المفاجأة، شعوره بالأمان، خاصة في الأمور اللي تحتاج، اللي مثلا أهل مخططين أن يعملون مفاجأة فيها. فيمكن هاي بعض أشياء ونقاط مرتبطة ب لتحقيق شعور الطفل بالأمان.
وخلوني أنتقل لمحور مرتبط ب إذا تعرض الطفل لموقف صعب وعبر عن مشاعر مصاحبة، مشاعر صعبة، يعني مثلا الطفل كان يسوق الدراجة ويتأثر بشكل كبير، وايد مفيد أن الوالدين يقبلون هذه المشاعر وياخذون وقتهم في هم يسعون ان الطفل يتخلص منها، ان بدل ما يقولون للطفل خلاص ما استوى شيء و يعني يأثر ويعيق كأن الوالدين بهالطريقة يوصلون رسالة أن هذه المشاعر مو مقبولة، وهذا ممكن يأثر سلبا على الطفل على المدى الطويل، أنه يربط البكاء أو الحزن أو التعبير عن الألم بأن شيء غير مرغوب، وبالتالي يؤدي لكتمان المشاعر على المدى الطويل، ومع الكتمان ممكن يكون في تبعات سلبية، مثل إن بدل ما يعبر بمشاعره يكون التعبير عن طريق السلوكيات على سبيل المثال. فهذا أحد الأشياء اللي متعلق بقبول المشاعر والبقاء معها حتى الطفل يحس بارتياح في التعبير عنها. وتفاعل الوالدين مع مشاعر ومع أفكار الطفل وتقديم الحنان للطفل ينعكس على نظرة الطفل باتجاه نفسه، لأن الطفل إذا كل ما أبوه وأمه شافوه وبينوا مشاعر الفرح لأنه شافوه، بينوا له مشاعر الحب حتى لو كانت خلال الملامح، مو بشرط أنه خلال، هذا ينعكس على نظرة الطفل باتجاه نفسه أنه محبوب، أنه مصدر للسرور، على عكس إذا كان الأب والأم دائما متضجرين في حضور الطفل أو متضايقين، هذا بعد ممكن يوصل رسالة سلبية أن أنا طفل غير يعني محبوب. التواصل اللفظي أو حتى غير اللفظي مثل ما ذكرت، لأن الطفل في سعي مستمر أنه يفهم أو أنه يراقب ردة فعل والديه، يعني إذا الولد كان راجع من المدرسة ورسم رسمة حلوة خلينا نقول وراواها لأبوه وأمه وردة فعلهم أنه نحن فخورين فيك ما شاء الله عليك رسمة جميلة، فهذا بعد بيكون أثره إيجابي على الطفل، أنه بيشعر أنه مصدر فخر. أني أنا مصدر للسرور على سبيل المثال. فردات الفعل هاي أساسية جدا وتلعب دور أساسي في نظرة الطفل باتجاه نفسه. ومن شعور الوالدين لمشاعر طفلهم موضوع المرونة بعد مهم، لأن في بعض الأحيان ممكن الوالدين يقولون للطفل أنت يبين عليك أنك حزين على سبيل المثال، إذا أنكر الطفل هذا الشيء وقال لهم أنا مو بحزين لابد أن الوالدين يتجنبون الجدال ويقبلون تعبير الطفل الشعور هذا اللي هو عبر عنه،
ويشجعون الطفل إنه يفسر شو قاعد يدور في داخله، يعني يوصلون له رسالة إن نحن حابين نفهم أنت باين عليك مضايق مثلا، شو الشعور اللي قاعد تحسبه في الوقت الحالي، شو الأفكار اللي قاعد تدور في بالك. بهالطريقة الوالدين يعطون ثقة للطفل أنه هو عنده المقدرة أنه يستشعر مشاعره وأفكاره وذكرياته ورغباته. مو بالضرورة مشاعر الطفل تكون متوافقة مع تفسير الوالدين، لأن بعض الأحيان الوالدين بشر ممكن يكونون معرضين للخطأ. فالمرونة هاي وقبول الوالدين لإعطاء الطفل مساحة إنه يعني يحاول يفكر ويحاول هو يحدد شو هي المشاعر اللي قاعد تدور في باله، ممكن يكون لها أثر كبير في تنمية الطفل لهذه المهارة، مهارة استشعار والمشاعر والأمور اللي قاعد تدور في داخل الطفل. وإذا كانت المشاعر حادة جدا أو الطفل يعبر عنها بطريقة شديدة مثل خوف شديد أو حزن شديد أو غضب، الوالدين بعد عليهم واجب أنهم ينتبهون لأثر هذه المشاعر عليهم هم، لأنه في بعض الأحيان إذا الطفل مثلا صرخ بحدة ممكن أو خاف بشكل كبير، ممكن ولي الأمر ممكن يتأثر بشكل كبير ويحصل عنده اضطراب، وممكن ولي الأمر ما يقدر يتحكم بنفسه، أو الأم أو الأب ممكن ما يقدرون يتحكمون بأنفسهم، وبالتالي عدم مقدرة ولي الأمر في أنه يتحكم بنفسه بيعيق مقدرته أنه يوفر الأمان للطفل ويزيد من اضطراب الطفل من ناحية عاطفية. لهالسبب مهم أن الوالد أو الوالدة ينتبهون لأثر مشاعر الأطفال عليهم ويحاولون يضبطون مشاعرهم على أساس يكونون موجودين لتوفير الدعم للطفل في هالمواقف. يمكن يطلب هذا الشيء أن الأب أو الأم يعزل نفسه لفترة معينة على سبيل المثال، أو يقول للطفل هذا يمكن مو بأفضل وقت أن نتكلم في هذا الموضوع، لكن تمام أعرف شو اللي خلاك تتنرفز في اللحظة هاي على سبيل المثال، لكن ممكن يأجل الوالد الحديث في هالموضوع لين ما هو أو هي يكونون جاهزين، يكونون قادرين أنهم يتحكمون بمشاعرهم. فيمكن كل المحاور هاي اللي ذكرتها في النقاط هذه تعكس أهمية الترابط على مستوى عاطفي، في أهمية محاولة الأم والأب في الاهتمام بالطفل كشخصة، كوجود مشاعر خاصة به، أفكار خاصة به، رغبات، وإعطائه المساحة للتعبير ومحاولتهم لفهمها والتعاطف مع الطفل وتقديم الدعم إذا تطلب الأمر. يمكن هذا يخلينا ننتقل ل محور مرتبط ب شو هي الخصائص في العلاقة المتبادلة بين الوالدين والطفل اللي تساهم في تقوية الرابطة، واللي تساهم في الشعور بالاطمئنان والأمان. أحد الخصائص هي مرتبطة بجانب اللعب والمرح، يعني هذه النشاطات اللي يشاركون فيها الآباء والأمهات أطفالهم تخلق فرص لتبادل الاهتمامات، تهيئ فرصة للطفل أنه يكتشف الصفات الإيجابية وصفات والديه الإيجابية في نفس الوقت، تساعد الطفل أنه يقدر
قيمة التعاون أثناء القيام بلعب مشترك على سبيل المثال. فاللعب مو مجرد لعب، اللعب له إيجابيات كثيرة، ما راح أدخل في تفاصيل كثيرة. وزميلي الدكتور حبيب التكروني تطرق لهذا الموضوع قبل أسبوعين تقريبا، وتسجيل لقاء بعد موجود في منصة جمعية إشراق. فشكرا للدكتور حبيب، وممكن ترجعون للقاء شيق جدا صراحة، نتكلم فيه عن أهمية اللعب ودور اللعب في تعزيز العلاقة بين الأطفال والوالدين وتنمية مهارات كثيرة للطفل. الخاصية الثانية اللي ممكن تساعد في تحقيق الاطمئنان والطمأنينة هي القبول، بحيث إذا نحن خاصة الآباء والأمهات إذا نفكر في قبولنا لعيالنا لما كانوا حديثي الولادة كان سهل جدا، كنا نقبل يمكن كل تصرفاتهم، نقدر أنها خارجة من إرادتهم. يعني إذا الطفل صاح نقدر أنه مو متعمد يصيح أساس يزعجنا، لا هو صاح بطريقة تلقائية لأن له رغبة معينة. لكن بعض أحيان هذا القبول يمكن يتغير مع مرور الزمن، مع لما يكبر الطفل يمكن جودة القبول احتمال أنها تتغير في بعض الأحيان. لكن تذكير الوالدين أن قبول أخطاء الأطفال مهم، لأن الأخطاء اللي ارتكبوها غالبا هي جزء من طبيعتهم. بهذه النظرة إن نحن نقبلك كشخصك سواء عملت أخطاء أو ما عملت أخطاء، والأخطاء اللي عملتها جزء من طبيعتك، يساعد الطفل في إنه يكون أكثر مهتم إنه يحاول إنه يصححها في المستقبل، لأن الطفل ما ربط الخطأ بأنه خلاص هذه جزء من شخصيته. بالعكس، قدر إن هذا الشيء طبيعي جدا، كل الأشخاص معرضين إنهم يخطئون، فيعطيه دافعية إن كيف ممكن أصحح هذا الشيء في المستقبل والدارك. الخاصية الثالثة اللي بعد تلعب دور أساسي في الطمأنينة هي فضول الوالدين أو اهتمامهم في فهم الطفل، بحيث أن التأديب إذا كان في داعي له يكون، أو في المواقف اللي تتطلب التأديب يكون موجه للسلوك مو لشخص الطفل. وتقدير أن كل طفل له نقاط قوة ونقاط ضعف، والتأديب الهدف منه تنمية هذه السلوكيات أو المهارات اللي ممكن تكون أضعف عند الطفل. وفي نفس الوقت الانتباه للسلوكيات الإيجابية، لأن بعض الأحيان لما السلوكيات والعلاقة سلسة يمكن الآباء والأمهات ينسون أهمية الثناء على هذه السلوكيات، لأن الثناء على السلوك الإيجابي له أساسي في تنميتها وتكرارها، مثل ما الانتباه للسلوكيات الغير مرغوبة ممكن يؤدي إلى تكرارها، لأن بالانتباه الطفل يكون حصل على انتباه. فتوجيه الانتباه للسلوكيات الإيجابية من العوامل الأساسية. والاستماع بإنصات مسببات السلوكيات اللي قمت بها، وغير متسرعين في إصدار أحكام ممكن تكون مسبقة وممكن ما تكون صحيحة. على سبيل المثال، السلوكيات الغير مرغوبة ممكن تكون لأسباب كثيرة، يعني خوف الطفل من الفشل على سبيل المثال ممكن يظهر كردة فعل غاضبة، لكن ردة فعل هاي كانت بسبب خوفه من فشل أو من إخفاق على سبيل المثال. فإذا الوالدين قدروا يساعدون الطفل إنه يعبر عن هذا السبب، وكان بيكون عندهم قابلية أكثر إن يساعدونه كيف ينمي من مهارة معينة، يحس بارتياح أكثر إذا تعرض لموقف مشابه في المستقبل. أو السلوك الغير مرغوب ممكن يكون لطبيعة الطفل في مرحلة عمرية معينة، يمكن يكون أصعب على الطفل أن يضبط رغباته أو ردات فعله
عن المراحل المتقدمة في العمر. والخاصية الرابعة اللي بعد تسهم في تحقيق الطمأنينة هي التعاطف المتبادل. والتعاطف المتبادل شعور الوالدين بمشاعر الطفل وتعاطفهم معه يعزز من ثقة الطفل في التأقلم مع المواقف الصعبة والمشاعر المصاحبة، لأنه يشعر أنه مب وحيد في التأقلم مع هذا الشعور، وفي حد قاعد يسمع له، في حد موجود، على عكس كتمان الطفل للمشاعر. وشعور الطفل بمحاولة فهم الوالدين له أساسي جدا، مثل ما ذكرنا في المحاور السابقة كذلك. فيمكن اللي يلخص المحاور هذه اللي تعزز الترابط العاطفي، إن الأمان يتحقق بالمحبة والحب الغير مشروط، يعني حب الطفل في كل أحواله مع كل إيجابياته وكل نقاط الضعف اللي عنده، وجود الأهل واستعدادهم لتقديم الدعم، وفي نفس الوقت السرور المتبادل، شعور الطفل إنه محبوب ومرغوب ومصدر للسرور. يمكن أختم بهذه هذه النقطة، وبعدين ننتقل للتفاعل مع المستمعين. إن العلاقات الصحية ينتابها خلافات وانفصال وعدم فهم وعدم اتفاق واختلاف الاهتمامات، وقيام الوالدين بإصلاح العلاقة بشكل متكرر حتى لو حصل فيها توتر أثر إيجابي جدا. يعني هذا التكرار في محاولة الوالدين في إصلاح العلاقة يؤدي إلى عمق وتقوية الترابط، لأن الطفل يتولد عنده معرفة بأن الانفصال يتبع التواصل، والاختلاف يتبع الاتفاق، وعدم الرضا يتبع الحب. فخلوني أختم هني وانتقل للأخت نبال، مشكور على إدارة الحوار، ونفتح المجال للمداخلات وللأسئلة. الله يعطيك العافية يا دكتور، شكرا جزيلا على المادة اللي قدمتها لنا. إذا كان في أحد حاب يداخل تفضل دكتور مشعل. شكرا لك. يمكن حد له رغبة في يمكن مشاركة تجارب معينة من غير ذكر يعني تفاصيل شخصية، متعلقة بتجارب في العوامل اللي تعزز من الترابط العاطفي. إذا حد يحب يشارك في هالإطار بكون يعني سعيد بسماع الملاحظات أو المشاركات في هالإطار. أخت نبال، دقيقتين وننتظر إذا كان في أي أحد حاب يشارك معنا. الدكتور سهيل، تفضل يا دكتور سهيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. أنا ما عندي مداخلة ولا استفسارات، ولكن بس حبيت أشكركم على هذه المساحة الطيبة، والشكر موصول للمنظمين والدكتور مشعل لنقله المعلومات القيمة بأسلوب سلس مبسط، إن قدرنا نفهم، يعني كنا إحنا مش أطباء ميديكال يعني مثل ما يقولون، فكل الشكر له لتخصيصه الوقت هذا، وبارك الله في علمك دكتور مشعل. شكرا 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 دكتور سهيل، جزاك الله خير، ومقدر لك الحضور والاهتمام واستماعك والثناء، الله يبارك فيك. شكرا لك يا دكتور سهيل، شكرا مشاركتكم جميعا، شكرا دكتور مشعل.
تفضل دكتور حبيب. وعليكم السلام، يا هلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا، أشكر جمعية إشراق الحقيقة على هذا اللقاء وتنظيمه، وكذلك أشكر دكتور مشعل على المعلومات القيمة اللي قدمها، وهذا ليس بغريب عليه. ولكن لدي سؤال لدكتور مشعل، يعني يتكرر هذا السؤال كثير في العيادة، يعني كثير من الوالدين دائما يتعاملون مع أبنائهم في موقف الحكم، وهذا يعني أنهم يركزون بالدرجة الأولى على السلوكيات السلبية، وأكيد هذا يؤثر على الترابط بينهم. لكن كيف كوالدين نستطيع أن نوجه تفكيرنا أو أنظارنا إلى السلوكيات الإيجابية أكثر من السلوكيات السلبية؟ شكرا لك. شكرا شكرا دكتور حبيب على السؤال المهم ويتكرر بشكل يومي، خلني أقول ونسمع كثير. ومثل ما تعرف حضرتك وكل الآباء والأمهات الموجودين وغير الموجودين، إن السلوكيات السلبية تؤدي لردة فعل تلقائية، تؤدي لمشاعر تلقائية، ونحن بطبيعتنا كبشر مشاعرنا تأثر في سلوكياتنا بشكل تلقائي. مو من السهولة أن الأب والأم أو أي شخص أن يضبط مشاعره، يعني خاصة إذا كان فيه حاجة مزعجة ومتكررة رغم التوجيه المتكرر، أكيد راح تولد فينا ردة فعل ممكن تكون شديدة. فموضوع ضبط المشاعر وموضوع التفكير قبل التصرف يتفاوت بين الناس، بعض الناس عندهم مقدرة أكبر، بعض الناس مقدرتهم يمكن أضعف شوي. ومثل ما تعرف دكتور حبيب أن ردات الفعل حتى لو كان توبيخ أو تعنيف ضد السلوك السلبي يؤدي لتكرار السلوك السلبي، لأن يعني الطفل حصل على ردة